بطئه شوي عم اهلك مارلا. اوكي قربوا عزل. اوكي بعد عنه فريم سلامي، مساء الخير واهلا وسهلا فيك عبر موقع شارع الفن. اليوم عم نصور اغنيتك الاولى بحبك للقلب. تخبرنا شوي الاغنيه وين عم نصور ومع المخرجه شو اسمها؟ اول شيء مساء الخير لشارع الفن اللي هو انا بعتبره ام الصبي. يعني نحن اليوم بنهر الكلب عم نصور بمنطقه اللي ربيت فيها. رح يكون تصوير ما بين نهر الكلب وزكريت. امبارح كان تصوير ب قلعه فقره اللي هي منطقتي فردبيان، وعم والمخرجة اسمها سولانج سلامي، ورح يكون شيء كثير حلو. مغروم بحدا هلا؟ مغروم بكل الناس اللي بتحبني، مغروم بالعالم كله ليضلوا حدنا، واللي نحن بصدق من دون المشي فنيا. شو محضر شي جديد الى جانب الكليب اليوم؟ عم نشتغل اغنيه لبنانيه سريعه على اغنيه بلهجه غير لبنانيه، بس حاليا شغلنا الشاغل هو الكليب ليطلع شيء كثير حلو. بالفعل رح يطلع شيء كثير حلو لانه الكل عم يشتغل من كل قلب. احييت خلال الصيف عدد كبير من المهرجانات، خبرنا اولهم واخرهم، شو حسيت لما هيك تفاعل الجمهور معك؟ بصدق انا المهرجانات عملنا كذا مهرجان بكذا منطقه، بس بكل مهرجان عم بيكون في شيء كثير حلو لانه العالم يعني قلنا نحن سنه وثلاث اشهر طالعين من الاكاديميه، يعني سنه وثلاث اشهر طالعين، وبعده العالم اول ما بتشوفنا نفس الامبريشن، نفس التعابير، نفس المحبه ونفس الحكي اللي بيقولوا لنا اياه، انه العالم عن جد انطبعنا بذاكره العالم بصوره كثير حلوه. حبك للابد، حب الدنيا فيك، وما برضى حدا يشبه حاله فيك. حبك للأمان، حب الدنيا فيك، وما برضى حدا يشبه حاله فيك. هني مرق ومرقة، كلمة على ورقة، وبقيت بحياتي اكيد. هيدا البرنامج هو اللي اطلقناه، مثل ما بينطلق منه كثير شباب، واكيد بيكون لنا حنين لي، بس انه الحياه بتستمر، ما فينا نرجع على الاكاديمي، ما فيك ترجع على المدرسه. بتمنى انك تكون بالسار اكاديمي 9 او تقول خلص مرحله مرقت بدي كفي لوحده؟ لا اكيد مرحله وقطعت، وكثير اكسبيرينس كانت كثير حلوه، وبدنا نشتغل لوحدنا مثل ما عم بيصير هلا. نحن لوحدنا عم نشتغل وعم ننتج من اللحم الحي اذا بدك. وانا هون بخصوص هذا الكليب بدي اشكر السيد نديم سلامي والسيد سامر دادانيون وشركه فاينل كات اللي هن داعميننا بطريقه كثير كبيره. وعلى فكرة رح نشوفه بالكليب بكرة، فريم عم بيمثل، عارف شفتني بالإيفاليت كنت عم مثل، بس هلا رح نشوفوني عم مثل بطريقة غير في تمثيل. وإن شاء الله إن شاء الله العالم تحب هذا الشيء. من أول ما حكيها حسيتك قريب، وعطيتك بعيوني
احلى من المطاب. حبك للابد حب الدنيا فيك. اساسا شارع الفن قلنا ام الصبي وانا صدقتي معك جون ومع موقع شارع الفن كتير كبيرة وإلى وقت من أول ما طلعنا من الأشخاص اللي واكبوني وكانوا حدي دايما من أول ما طلعنا لهلا. أنا بقول لك وبقول لكل مشاهدين شانل شارع الفن حبك للأبد حب الدنيا فيك وما برضى حدا شبح حاله فيك اني مرق ومرقة كلمة على ورقة وبقيت بحياتي الانسان الوحيد.